يقول أحسن الله إليكم: ما العمل في من ابتلي بأحد أولاده الصغار ممن يتلفظ بهذه الألفاظ القبيحة السب كحمار أو كلب، فهل يضربه على قولها أم ماذا؟ نرجو التوجيه. يجتهد معه نصحا وبيانا وأيضا ملاطفة، ويعطيه بعض الأسماء الطيبة والتعاليم الطيبة ويشجعه ويبذل معه بهذه الطريقة جهدا مع الدعاء له بظهر الغيب صادقا أن يخلصه الله تبارك وتعالى من مثل هذه الألفاظ، وأيضا يبين له قبحها. وأيضا من المفيد في هذا الباب ونافع جدا أن يوقفه إما على حديث أو على آية أو على فتوى عالم، فيأتي له بالكتاب ويقول: انظر ماذا أفتى به الشيخ فلان قال، ويقرأ عليه. فهذا نوع من الطريقة التي لها تأثير قوي على الصغار. فكيف رضيت لنفسك يا بني أن تأتي بهذه الألقاب وأهل العلم حذروا منها؟ اقرأ الكلام. ولا مانع أن يقول له: اكتبه عندك في ورقة، دعها معك في جيبك حتى تقرأها مرارا. فبمثل هذه الطرائق لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلحه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أبناءنا أجمعين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يسلك بهم إليه صراطا مستقيما. نعم.